لازم نحضروا على حاجة مهمة. نعم. أنه الانتخابات في 2019 جات في ظروف جد خاصة. نعم. هذه الظروف جات بعد شهور من الحراك الشعبي، وكنا رايحين كانت هذه الظروف كلها أنها بعد الانتخابات أننا نروح ونفتح حوار وطني وين يجمع كل الجزائريين، كل الأطياف الجزائريين. ولكن الظروف أجبرتنا أننا ما نروحوش لهذا الحوار. الظروف تاع كورونا. اليوم جو بونس كو الرئيس عندما تحدث في أداء اليمين الدستورية على أنه راح يفتح حوار، أنا اللي نتمناه أنه هذا الحوار يكون في أقرب وقت ممكن، لأنه الشعب الجزائري أو اللي صوتوا للرئيس تبون على عهدة ثانية أنهم فهموا واقتنعوا بكل خطابه اللي قال أننا مرينا بظروف عصيبة، ظروف كورونا، ظروف أزمات، لأنه الأزمات المحيطة بالجزائر، الأزمات الدولية اللي كانت عندها تداعياتها على السياسة الداخلية اقتصاديا خاصة واجتماعيا، اليوم لازم عليه أنه يروح في أقرب وقت ممكن لهذا الحوار، لأنه بهذا الحوار راح نبنو المسار الجديد اللي راح نحطوا عليه القطار الحياة في الجزائر. ولازم يفو فيغ فيت باسكو يا اورجونس، وخاصة كما قال سفيان. تعتقدين انه في اورجونس؟ وي يا اورجونس. اليوم يا اورجونس لانه محاربة الفساد اللي بدات لازمها انها تأتي بثمارها اليوم. المعركة ما خلصتش. المعركة ما خلصتش. الفساد الإداري، الفساد المالي اليوم لازم سياسة حقيقية اللي تأتي بثمارها في أقرب وقت ممكن، لأنه ما بقناش بزاف. خمس سنين سيبو، خمس سنين تفوت كما فاتت لي سانكون اللي فاتت، ضيعنا بزاف الوقت. لازم أننا نمشوا للقدام، وباش نمشوا للقدام مع الرئيس المنتخب لازم له الجميع. الحوار يجب أن يفتح على النخب على كل أطياف المجتمع. كيف تحددين هذه النخب زين؟ مثلا نحكو دوكا باش نروح على النقطة تاعك، سمحي لي. عندك نخب سياسية، عندك النخب الثقافية، عندك لا لازم تكون فيه سياسة استقطاب للكفاءات اللي راهي في الخارج، مش لأنه جزائري مقيم بالخارج. لا، رانا شفنا دي زيكزومبل تاع دول ناضت وفي وقت وجيز بالكفاءات وبالسياسة الرشيدة اللي خلات الكفاءات نتاع الدول اللي برا رجعت للبلاد. شكرا.